اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية مصر العسكرية العليا. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. أولا مبروك نجاح انتخابات مجلس الشيوخ. والله ده يعني نقول عليه يعني التزام واجب، وهذه خطوة في الاتجاه اللي هو بنقول عليه أن مصر تتبوأ مكانتها صحيح التي تليق بها على مستوى العالم، وهذه الغرفة الثانية هامة جدا، ونسبة التواجد يعني الحقيقة بتعتبر أعلى من أي نسبة تواجد كانت موجودة بالنسبة للسوابق في هذا المكان. طب هي هذا الاختيار بالذات رغم الظروف اللي احنا فيها، يعني زي ما قال سيادة المستشار لاشين. طيب سيادة اللواء، يعني أهمية اجتماع السيد الرئيس النهاردة اللي كنا بنشير إليه، وخصوصا في هذا التوقيت. هذا الاجتماع يعني لا ننظر إليه بصفة مستقلة فقط، ولكن يجب أن نربطه بما سبقه من لقاءات واجتماعات ومشاهدات ومناورات قام السيد الرئيس بحضورها، بدءا من الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وسيادتك عارف أهميته طبعا، وحضر فيه مناورات، ثم الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ثم الاتجاه الاستراتيجي البحري والذي تمت فيه مناورات بحرية لأهمية هذا الاتجاه الشمالي، وأخيرا ده الآن الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي لأهميته فلسطين. وزي ما سيادتك تفضلت وقلت أن هناك جهود قوية تمت على هذا الاتجاه، مما أدى إلى القضاء على وانحصار العمليات الإرهابية إلى أدنى حد يمكن أن تصل إليه، وأن هذا الاتجاه الآن بتوجيه القيادة السياسية أهمية استراتيجية من حيث عملية الملء السكاني والتنموي والتعميري في هذا الاتجاه، مما يستلزم تأمينه وحمايته صحيح من عناصر وأبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة في هذا الاتجاه. وأنا بعتقد أن هذا الاجتماع كان بيؤكد على هذا، لأن استمرار أعمال التنمية وتأمينها وحمايتها هو استمرار لتأمين وحماية الأمن القومي المصري ضد أي تدخلات خارجية على أي من الاتجاهات الاستراتيجية. صحيح، وحضراتكم كمحللين ومتخصصين دايما تقولوا لنا أن زيادة التنمية وسكنة المواطن المصري بكثافة في منطقة شمال سيناء هو الضمانة، لأن كل واحد يحارب على أكل عيشه، ما يسمحش لخاين ولا دخيل أبدا أنه يبقى موجود، لما يبقى ده مصنعه وشركته وزراعته وبيته، فطبعا هيحافظ عليه. عايز أتنقل مع سيادتك لتأمين العملية الانتخابية بمجلس الشيوخ، وإزاي سيادتك شفت كمان اشتراك الجيش مع الشرطة المصرية في هذا التأمين. برضو احنا هنا لما هنتكلم بنتكلم على بناء مستمر لم يتوقف. قامت القوات المسلحة وابناء رجال الشرطة وجميع اجهزة الدولة المختصة والمسؤولة بتأمين وحماية عملية الانتخابية التي بتتم منذ 30 يونيو 2013 وحتى الان، واللي احنا بنبني عليه وبنكمل عليه، فهو ده استمرار لما تم قبل ذلك، ولذلك كانت يعني وبناخد منه دائما دروس مستفادة وعبر وخبرات بتضاف في كل مرة بيتم فيها القيام بمثل هذه المهام. وزي ما انت شفت حضرتك كده انها تمت في اجواء امنية اعترفت بها معظم الجهات الاجنبية التي كانت صحيح تمر وتشرف او تشاهد او ترى او تنقل صورة طبيعية عن هذه الانتخابات. وبالتالي نحن يعني ما قام به هؤلاء الرجال هو استمرار لجهود سابقة من سنين سابقة، أكثر من 7 سنوات حتى الآن، أنا بتكلم من 2013 فقط. أيوة فندم، لكن طبعا هو كان موجود قبل كده، ولكن ما يتم في هذه الفترة بالذات وأخيرا الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ المصري الحقيقة كانت بتتوج كل هذه الجهود وبتؤكد نجاح هذه العملية وحيادياتها التامة التي تمت فيها بالضبط. يعني بشكرك جدا سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية مصر العسكرية العليا، وتقديرا ويعني تثمينا لكلام سيادتك، فعلا احنا خلال ال7 سنين اللي فاتوا عملنا استفتاء على الدستور، وعملنا انتخابات مجلس الشعب، وعملنا انتخابات مجلس الشعب، وعملنا انتخابات رئاسة، وعملنا انتخابات رئاسة،
وعملنا تعديلات دستورية وعملنا استفتاء أو مجلس شيوخ. طبعا دي حاجات مكلفة جدا جدا، ودول كثيرة في الظروف اللي احنا فيها دي يقول لك لا احنا مش هنعمل كده، ظروف المرض، ظروف الفيروس، ظروف المادة، ظروف اللي احنا مش محتاجين، ما عندناش قدرة لتأمين كل هذه الجماهير الغفيرة، يعني ايه ملايين تبقى موجودة في الشارع. لكن الحمد لله وعي المواطن المصري وذهابه كأنه رايح لنزهة وكأنه رايح يؤدي واجب وهو سعيد. طيب